بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه المحاضرة الأولى الموجهة إلى طلبتنا في الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مسلك القانون السداسي الأول الفوج باء، الوحدة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. سنتناول هذه الوحدة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية حسب المحاور الكبرى الآتية. سنتناول إن شاء الله في الباب الأول التعريف بالشريعة والفقه، وسنتناول في الباب الثاني مصادر التشريع الإسلامي، وسنتناول إن شاء الله في الباب الثالث أسس ومزايا التشريع الإسلامي، كما سنخصص الباب الرابع لأحكام التشريع الإسلامي. وهذه الوحدة، وحدة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، هي تدرس لطلبتنا في السداسي الأول من أجل استيعاب مضامين مصدر من مصادر التشريع بصفة عامة والتشريع الإسلامي بصفة خاصة. وحينما نتحدث عن الشريعة الإسلامية فسنتحدث عنها من الجانب المتعلق بالتشريع الإسلامي، ولكن في جميع الأحوال لا بد أن نتحدث عن الفقه الإسلامي والذي يشكل مصدرا أساسيا للتشريع بصفة عامة. أكيد أننا لن نتفرع في فروع متعددة، لأن كما تعرفون بأن الشريعة الإسلامية لها أو الفقه الإسلامي له فروع متعددة وله كذلك مفاهيم قد تختلف من مذهب إلى مذهب. لن نتشعب في هذه الفروع، ولكن سنكتفي بما هو أساسي بالنسبة لكم كطلبة في مسلك القانون. وما قلت لكم بأن أننا سنتناول هذه الوحدة في أبوابها الأربعة، وهذا لا يعني أن الشريعة الإسلامية يعني منحصرة فيما ذكرناه من المحاور، بل تتعداه إلى محاور أخرى وإلى فروع أخرى كما قلت. وكما تعلمون كذلك بأن الشريعة الإسلامية هي عدل ورحمة، وهي ربانية المصدر، وبالتالي أينما كانت المصلحة فثم شرع الله، كما زادها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا وتحقيقا وتدقيقا، بحيث قيد المطلق وفصل المجمل وامتثل أشد الامتثال للشريعة قولا وفعلا، ثم أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يأخذوا بها اقتداء به وسيرا على نهجه وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في مصادر وأسس وأحكام هذه الشريحة السمحة يتبين أنها جاءت لإسعاد البشر في الدنيا
والفوز بالنعيم في الآخرة، فهي ميسرة في التطبيق، الحرج فيها مرفوع، والمكلف لا يكلف فوق طاقته. من هذا المنطلق يتحتم علينا جميعا بيان هذا الجانب المضيء في شريعتنا، وخاصة أنها شريعة خاتمة للشرائع السماوية السابقة وناسخة لها. كما أن القوانين الوضعية مهما سمت لن تصل أكيد إلى درجة الشريعة الإسلامية تشريعا وتطبيقا. ومن أجل بيان الجوانب الإيجابية وغيرها في شريعتنا، سنحاول مقارنة بعض الأحكام في الشريعة الإسلامية ببعض القوانين الوضعية، ليس لأجل المقارنة ولكن لبيان مزايا التشريع الإسلامي عن القانون الوضعي، وذلك بإظهار الخصائص والمميزات في التشريعين معا. ولهذا سيكون الباب الأول، أو سنخصص الباب الأول للتعريف بالشريعة والفقه الإسلامي، وسنتناول في الفصل الأول التعريف بالشريعة وبيان خصائصها، ثم سنخصص المبحث الأول للتعريف بالشريعة. فإذا رجعنا إلى كتب اللغة العربية، فسنجد بأن المقصود بالشريعة في اللغة العربية هو مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب والسقي. وتطلق الشريعة أيضا على الطريق الممهدة المستقيمة، فهي الطريق النافذ الموصل إلى المقصود. وبهذا المعنى قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، سورة الجاثية الآية 18. أما إذا انتقلنا إلى هذا المعنى في الاصطلاح، فسنجد في أغلب الكتابات التي كتبت وتعرف بالشريعة الإسلامية، وهي أكيد كثيرة، فنجد بأنها تعرف الشريعة بأنها الدين والملة، وهو ما شرعه الله لعباده من أحكام. ولكن هذه الأحكام تسمى شريعة باعتبار وضعها وبيانها واستقامتها، وتسمى دينا باعتبار الخضوع لها وعبادة الله بها، وتسمى بلة وتسمى ملة باعتبار إملائها على الناس. الشريعة يضاف إليها الإسلامية بمعنى الإسلام، فالإسلام معناه الانقياد والإسلام لله تعالى. ثم خص استعمال الإسلام بالدين الذي أرسله الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى وردت كلمة الإسلام في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالشريعة الإسلامية إذن في الاصطلاح ليست سوى الأحكام الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وهي وحي من الله إلى نبيه المصطفى
صلى الله عليه وسلم ليبلغ هذه الشريعة إلى الناس، وقد اكتملت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل. إذن هذا مجمل التعريف المتعلق بالشريعة الإسلامية في اللغة وفي اصطلاح الشرعي بالنسبة للشريعة الإسلامية. أما إذا انتقلنا إلى خصائصها فإننا نجد أن هذه الخصائص، وهو المبحث الثاني في هذا الباب، نجد بأن الشريعة الإسلامية تتميز بالخصائص الآتية. أولا، أو المطلب الأول، الشريعة وحي من عند الله. الشريعة وحي من عند الله، فكما أشرنا بأن الشريعة وحي من عند الله، في المقابل أن القوانين الوضعية هي من صنع البشر، وبالتالي أننا عندما نقول الشريعة وحي من عند الله عز وجل فهو تشريع فطري، أي أنه موافق لطبيعة الإنسان، ويظهر هذا الأساس الفطري للتشريع في كل نواحي الحياة الإنسانية، وخاصة من ناحية العقيدة والتكاليف التشريعية المالية وغير المالية، أي في الأحكام العملية كافة. فإذا أخذنا من ناحية العقيدة، فالإسلام يمتاز عن غيره من الأديان بأنه دين الفطرة، ولم يأتي بما تأباه العقول مما كان في الأديان السابقة. وعندما نقول الأديان السابقة بأن شريعة الإسلام جاءت رحمة، وجاءت يعني تحمل فتياتها دوافع تطبيقها لأنها ميسرة، ولأنها كذلك توافق الفطرة البشرية. والإنسان أكيد أن بفطرته يعتقد أن ثمة واحدا خارقا قد نظم هذا الكون بدقة ودبره بانتظام لا مثيل له. حتى من لا يعتقد أصلا في الدين فإنه يشير دائما إلى أن هنالك صانع لهذا الكون، وأن هنالك خالق لهذا الكون، وأن هنالك مدبر لهذا الكون، ولا يجحد بذلك إلا العقول التي استعملت بطريقة تخالف الفطرة البشرية، وأريد أن أقول أنها عناد عقلي في التفكير ومبارزة للمنطق السليم في اعتقاد وجود الله عز وجل، لأنه ليس هنالك فطرة سليمة وهنالك عقل سليم يرى هذا الكون ويرى دقة صنعة هذا الكون فيعتقد أن هكذا جاءت كما يقال، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن الكل ما يجري في هذا الكون هو من محض الصدفة. فهل العقل الطبيعي الذي يفكر بشكل طبيعي يفكر بشكل سليم، والفطرة البشرية هل يمكن أن تصل إلى هذا الاعتقاد؟ وأنا أقول بأنه لا يمكن للفطرة السليمة أن تصل إلى هذا الاعتقاد، لأنه الإنسان خلق على توحيد الله عز وجل. إذن هي شريعة شرعت للبشرية، ولكن هي وحي من عند الله خالق هذا الكون وخالق هذا البشر، وهو يعرف ما يسعده وما ييسر عليه سبل الحياة، وبالتالي عندما يكون هذا التشريع الرباني فإنه
يسعد الإنسان أكيد عندما يطبقه وعندما يسير على منهاجه وعلى منواله. هنا سننتقل إلى الخاصية الثانية في الشريعة بأنها وحي من عند الله من ناحية الأحكام التشريعية. ولأن التشريع الإسلامي كما قلنا إلهي المصدر، فإن الاستجابة لخطاب التكليف فيه مما يستجيب له الفرد طائعا مختارا امتثالا لأمر خالقه. فالشريعة لها هيبة واحترام في نفوس المؤمنين، بها كانوا يعني في أي موقع وفي أي درجة، فإن الشريعة الإسلامية تحدث لديهم هيبة، لأن أحكام الشريعة أحكام ربانية، وبالتالي أنه الإنسان حين يطبقها فإنه يطبقها طائعا لله عز وجل وراغبا في ثوابه، وبالتالي أنه ليس هنالك عليه حارس يلزمه بتطبيقها، إنما هو الإيمان الإنسان هو الذي يدفعه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. ولكن في نفس الوقت كما قلت بأن الشريعة الإسلامية ميسرة للتطبيق، فهي تراعي أحوال المكلف في مرضه، في ضعفه، في قوته، في غناه، في فقره، وهكذا أن لكل حالة لها أحكام خاصة. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم فعدة من أيام أخر، والإنسان المسافر يحق له حسب ما ورد في الفقه يحق له أن يقصر من الصلاة، وهكذا الأمور المفروضة على الإنسان ليس له مال يزكي به فلا يزكي، يعني أنه إذا كان فقيرا فبل الإسلام أمر أن نعطي لهذا الفقير، وهكذا جميع التكاليف يكلف بها الإنسان على حسب طاقته. وقد لا يكلف الإنسان إذا كان صغيرا لا يميز، كذلك المجنون، كذلك النائم. فهذه الشريعة ميسرة لكل حال ولكل وقت، وبالتالي أن الإنسان عندما يطبق الشريعة الإسلامية فليس فيها ما يتعبه بل فيها ما يسعده. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اتبعوا النور، عندما تتبع النور فإنك تجتنب الظلام، وبالتالي ستبلغ منزلة الفوز والفلاح، لأنك خرجت من الظلمات إلى النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى كذلك في نفس السياق: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي هذا الأمر أعظم ضمان لحسن تطبيق الشريعة الإسلامية، وهي أنها تيسير وليس تعسير، فيه سماحة وليس فيها تشدد، وبالتالي أن هذه الشريعة الإسلامية إذا طبقت فإنها تطبق من أجل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وأنا قلت لكم بأن هذه الشريعة ليس هنالك حارس يحرسك ويتولاك من أجل أن تنفذ هذه الأوامر الربانية،
إنما تلك علاقة بينك وبين ربك، وبالتالي أنه تطبق بحسب إيمانك وبحسب اعتقادك في الله وبحسب قربك من الله عز وجل. أما إذا انتقلنا إلى القوانين الوضعية، ففي القوانين الوضعية أو القوانين الوضعية لا تبلغ درجة الشريعة الإسلامية في جوانب متعددة، إذ ليست لها هيبة في النفوس، بمعنى أن الإنسان يطبق هذه القوانين الوضعية إذا كانت هنالك رقابة قانونية أو هنالك سلطة تلزمه بتلك الأفعال، بمعنى أن الإنسان وإن كان لابد من احترام القوانين، لأن حتى هذه القوانين سنت من أجل أن تحترم، فإذا كان الإنسان مثلا يسوق سيارته فربما سيرتكب مخالفات، ولكن إذا كان هنالك شرطي فإنه سيحتاط من هذه المخالفات، بمعنى أنه ما دام هنالك شرطي يراقبك ويراقب المخالفات، مخالفات السائقين، فإن هؤلاء يحتاطون كثيرا، لكن إذا لم يكن هنالك شرطي يراقب المخالفات فقد يرتكبها السائق. أما الأمر إذا أخذنا جانب آخر في الشريعة الإسلامية، مثلا في شهر الصيام، فإن المرأة يصوم ولا يعرفه الغير بأنه صائم أو غير صائم، وفي نفس الوقت يمكن له في أي وقت أن يفطر، ولكنه دائما المسلم المؤمن يراقب الله عز وجل في جميع أحواله، ولهذا أن هذه الشريعة لها هيبة في النفوس، وأن الإنسان دائما يعلم بأن له رقيب يراقبه ويراه ويطلع على أسراره، وهو الله سبحانه وتعالى. إذا انتقلنا إلى المطلب الثاني، وهو أن الجزاء في الشريعة دنيوي وأخروي. فالشريعة الإسلامية تتفق مع القوانين الوضعية في أن قواعدها وأحكامها تقترن بجزاء يوقع على المخالف، ولكنها تختلف في الجزاء، بأن الجزاء في الشريعة الإسلامية دنيوي وأخروي، بخلاف مخالفة القانون فإن تسلط عليك العقوبة في الدنيا، فإذا كان فيها حق من حقوق الله عز وجل فأنت ستحاسب على هذه الحقوق في الدنيا وفي الآخرة، بمعنى أنه الإنسان إذا ترتكب مرة أخرى مخالفة السير فإنه يؤدي الغرامة مقابل هذه المخالفة، لكنه إذا انتهك حرمة من حرم الله عز وجل أو أنه ارتكب معصية فيعاقب عليها في الدنيا، وقد يعاقب عليها في الآخرة، وقد يعاقب عليها كذلك في الدنيا، وبالتالي أنه مثلا إذا ارتكب جناية، مثلا قتل نفسا بغير حق، فإنه في هذه الحالة يعرض على العقوبة الدنيوية، ولكن كذلك سيتلقى الجزاء مقابل ما اقترفه من جريمة قتل نفس بغير حق في الآخرة. وهنا الشريعة الإسلامية تجمع ما بين العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة
عذاب عظيم، الذين يفسدون في الأرض، الذين يقتلون الناس، الذين يقطعون الطريق، فهؤلاء لهم الجزاء العقوبة في الدنيا، ولكن كذلك ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في أكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه العقوبة الإنسان الذي يأكل أموال اليتامى، والله تعالى حذر كثيرا من أكل أموال اليتامى بالباطل أو الاقتراب من مال اليتيم، لأن مال اليتيم شبه الله سبحانه وتعالى آكل مال اليتيم بأنه يأكل النار في بطنه، وبالتالي أن هذه العقوبة تعجل في الدنيا وله في الآخرة كذلك عقوبة على أكله أموال يتامى، إلا أن يسارع إلى إرجاعها إلى أهلها وأن يتوب، سواء كان ذلك الذنب الذي اقترفه يقتضي عقوبة دنيوية فعليه أن يتوب، وعليه أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يغفر له وأن يتوب عليه، وأن الحقوق الناس لا بد أن ترجع إلى أهله. ويترتب على كل ما ذكرناه أن المسلم المؤمن يخضع لأحكام الشريعة خضوعا اختياريا في السر والعلن، وهذا هو الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، خوفا من عقاب الله وغضبه، وبذلك تنزجر النفوس عن مخالفة الشريعة الإسلامية بدافع استشعار الحياء من الله، وإما بدافع الخوف من العقاب الآجل في الآخرة. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إلى هنا تنتهي المحاضرة الأولى، وسنلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع المحاضرة الثانية في تعريف الفقه الإسلامي. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.